لعب للجهه اليسرى لهجوم نادي الصفاقسي، لكن متفطن جوان فيه باسيلا. هجمه الترجي تنطلق بسامح الدربيري، مراوغه اولى وثانيه والثالثه ما تمرش، لكن يستحفظ على كورته سامح الدربيري. يمر يمر مره ثانيه والثالثه والرابعه تمر، والتصويبه في المره الخامسه تضيع على الحارس جسم الخلوفي وياخذها مره ثانيه. ممتازه العمليه، ممتازه العمليه من سامح الدربيري رغم الانانيه بين ظفرين العباره. ليش ناكل له حقه، قام بمجهود كبير جدا من وسط الميدان بمفرده. مراوغه اولى وثانيه ترجع له الكره، هذه الاعاده، مراوغه اخرى، هذه الثالثه، مراوغه اخرى، هذه الرابعه، يمر مراوغه اخرى، هذه الخامسه، لكنه اطنب في المراوغه السادسه والتصويبه. اكيد بعد المجهود الكبير اللي بذله سامح الدربالي مستوى التصويبه ما كانش في مستوى المراوغات، كان بامكانه التمرير، كان مر ممكن لارامو او حتى اسامه الدراجي، كان يمكن تغيير مجرى هذه الهجمه. كان يطالب بالتمريره مايكل ارامو